السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة احنا جينا اليوم على موقف الغنم، انتم بكرامة يا اخي تفاجأنا بالاسعار، اسعار جدا عالية يا اخي. ما تقدر تشتري، تريد تشتري لك جدي بدك يعني تبيع لك نص دانم او تدين لك مطور تقدر عليه، فما بالك يريد يشتري ضحية. الضحية بالنار يا اخي، لا بلا مراقبة لا كذا، لا حدا يقول ما هذا الراي، لا الدلال لا تاجر لا كذا، ما يصير يا اخي. ايش دانا يا التجار القديمة يا اخي، اسعار الضحايا اليوم بدك تشتري ضحية زينة بدك مليون ونص، مليون وستمية، مليون وسبعمية، وهاي تجي على البيئة قراد والكذا هاي بمليون، هاي كان ما حد يحق لها الساحة مليون. الضحية الزينة مليون وسبعمية، مليون وثمانمية، ببعض يصل المليون يعني.